صاحبي المعالي وزيري الخارجية أيمن الصفدي من الأردن والسيد سامح شكري من القاهرة، وفدا هذا اليوم إلى بغداد، وكان باستقبالهما معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين. المباحثات جرت بعد أن أتم ضيوف العراق اللقاءات بدولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وفخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وسيادة رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي. بعد ذلك عقد الأطراف الثلاث حوارات معمقة. بعد هذه الحوارات كان هناك تصريح صحفي مفصل في الملفات التي جرت خلال هذه الزيارة. ما يهمنا هو أن المباحثات سارت باتجاه تسليط الضوء حول آلية التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة، تكثيف الحوارات والقواعد الإجرائية الممكنة للدفع بمذكرات التفاهم التي أبرمت والمشاريع التي خطط طريقها والتي قسم منها طبعا يتجه صوب الحسم والدخول إلى النفاذية والتحقق. الحوارات التي جرت اليوم لم تستثني أيضا التطورات على المستوى العالمي وانعكاساتها على الحالة الإقليمية في منطقتنا، تحديدا الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا. طيب من هنا دكتور أريد أن أبدأ بهذا الملف. يعني هذه الزيارة تأتي في مرحلة مهمة، أولا بعد مرور حوالي عام على مؤتمر التعاون والصداقة الذي جمع البلدان الثلاثة في بغداد، العراق ومصر والأردن، تم خلاله أيضا التطرق إلى ذات الملفات، في مقدمتها الملفات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى الملفات السياسية ومكافحة الإرهاب. والآن يضاف عنصر آخر هو المشكلة التي يعاني منها العالم فيما يتعلق بالملف الغذائي والأمن الغذائي تحديدا. كيف يمكن أن تتعاون هذه البلدان فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومن ثم الاستمرار بالملفات المطروحة سابقا بينهم؟ نعم، حضرتك تذكر مؤتمر التعاون والشراكة، وأعتقد أنك تعني بذلك القمة الثلاثية على المستوى الوزاري وعلى مستوى الرئاسات في هذه البلدان. غاية الأمر أن المباحثات التي جرت هذا اليوم لم تستثني التطورات التي تجري والتي تمثل تمظهر وانعكاس للحرب بين روسيا وأوكرانيا وما أفرزته على ملفات، في مقدمتها ملفي الطاقة والأمن الغذائي. والدول النامية بشكل عام هي الأكثر تضررا من هذا التداعي. العراق يسعى إلى في الحقيقة تشييد مسار أكثر حيادية وأكثر تعاون وأكثر وضوح على مستوى تكامل الأدوات ضمن آلية التنسيق الثلاثي. والحوارات جرت هذا اليوم بشكل معمق لإمكانية الدفع وحسم بعض الخطوات التي تتعلق بمشاريع ربط الطاقة، ما يتعلق بمشاريع التنسيق على مستوى المنطقة الصناعية بين العراق والأردن، كذلك بحث آخر التطورات على مستوى ما قلناه من الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا وإمكانية المزيد من التكامل بين هذه البلدان. في الحقيقة الحوارات تتسم بطابع أساسي واستراتيجي، وهذا المبدأ في التكامل في الحقيقة أشار إليه معالي وزير الخارجية بضرورة وأهمية العمل على مؤسسة هذه المسارات على مستوى بغداد عمان قاهرة. بمعنى نحن ندعو إلى مؤسسة آلية التنسيق الثلاثي، تحويلها إلى مسار أكثر ثبات من خلال تنجيز المشاريع المتفق عليها والمضي باتجاه تفعيل مذكرات التفاهم التي أبرمت في مختلف القطاعات. نعم دكتور، العراق اليوم يلعب دورا محوريا مهما في تهدئة التوترات بالمنطقة، فضلا عن الدور الدبلوماسي والاقتصادي، ما هو الدور الآخر الذي يمكن أن يطلع به العراق في المنطقة؟ يوم أمس معالي وزير الخارجية كان قد دعا إثر اجتماع شارك به على المستوى الافتراضي ضمن مجموعة الاتصال العربية. هذه المجموعة التي كان لها خطوة في أن تذهب إلى العاصمة الروسية موسكو، ثم بعد ذلك في اجتماع جرى في العاصمة البولندية وارشو أيضا، والتقى هناك أصحاب المعالي بنظيرهم الأوكراني. جرت المباحثات معمقة ضمن الزيارة الأولى. معالي وزير الخارجية في هذا الاجتماع الذي جرى يوم أمس مع نظرائه العرب ضمن مجموعة الاتصال دعا إلى تنشيط دور هذه المجموعة بهدف أن تأخذ الدور ينسجم مع محورية الجامعة العربية وإمكانية أن يأخذ العراق دور لتنشيط مبادرة تسعى لتخفيف حدة التوتر وانعكاساته على هذه المنطقة. الحوارات اليوم أيضا كانت جادة وحقيقية في هذا الموضوع إثر زيارة السيد سامح شكري والسيد أيمن الصفدي ولقائهم بالرئاسات الثلاث ومعالي وزير الخارجية. ما يشغلنا الآن هو انعكاسات هذا الصراع على مستوى الأمن الغذائي وتداعياته، وكذلك على مستوى الطاقة. العراق جزء من منطقة
بعد لما تترتب على مستوى يعني مزيد الاستقرار والتعاون. ولذا فالعراق يأخذ الآن قدم المبادرة، وسبق له أن تقدم خطوات طيب. بهذا المسار أسسنا لمبادرات جماعية، ننحو الآن لتكريس المزيد من خطوات الثقة لوقاية الدولة العراقية، المجتمع العراقي من أي تداعي جراء الحرب الجارية. ملف آخر دكتور أريد أن أعرج عليه أيضا، وهو العراق والصين والتعاون بينهم، يعني بحجم 37 مليار دولار سنويا، هذا ليس رقما هينا أبدا. بالتالي إلى أي حجم تمتد العلاقة بين العراق والصين دبلوماسيا، خصوصا بعد الاتفاق التي وقعت اليوم؟ العلاقة بين بغداد وبكين بالتأكيد تأخذ مسار استراتيجي، بالنظر إلى طبيعة وحجم التبادل الاقتصادي والتجاري متنوع الاتجاهات، وبالنظر أيضا إلى حجم المصالح على المستوى الثنائي وعلى المستوى المتعدد كما تعلمون، باعتبار الصين دولة محورية ضمن دول مجلس الأمن ونحو ذلك. بالتالي ما وقع هذا اليوم من اتفاقية لإعفاء الجوازات الدبلوماسية والخدمة والجوازات الخاصة من سمات الدخول، هي كانت في مرحلتها الأولى، ستنتقل إلى المرحلة الثانية لموافقة مجلس النواب العراقي والإقرار على ذلك، ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة تبادل الإخطارات بين الجانبين لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. بمعنى أن هذه الاتفاقية هي خطوة دبلوماسية تراكم جملة الخطوات التي تزيد من تفعيل أطر التعاون بين البلدين.